سبع نصائح لقيادة آمنة في الشبورة. أولاً، تهدئة سرعة السيارة قبل الدخول في الشبورة. ثانياً، يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك. ثالثاً، تشغيل كافة أنوار السيارة بما في ذلك أنوار الانتظار، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك. رابعاً، التحكم في عجلة القيادة جيداً مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية. خامساً، مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة. سادساً، في حال تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق وبعيداً تماماً عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار. سابعاً، ضرورة الالتزام بالقواعد الأساسية للقيادة الآمنة كربط حزام الأمان وعدم استخدام التليفون المحمول والتأكد من سلامة الإطارات.